يعني خلينا في اي موضوع. نسوان طالع عينيها وبتملى ميه واحنا قاعدين على القهوه، مش دي خيبه؟ واني خيبه؟ لا مخدرات نافعة ولا انابيب. 50 جنيه مكسبنا من الانابيب بس، ده احنا طلعنا عبط عبط يعني. لا وابويا مسافر وفاكر انه سايب راجل في البيت، ده لو احتاجه بجنيه عيش مش هعرف اجيبه له. هو احنا ليه يالا ما بنفكرش نسافر؟ مكاتب السفريات دي كلها نصب في نصب، بيضحكوا على الناس. انسى. ايه الزفت اللي احنا فيه ده؟ احنا زباله. زباله ايه؟ ده الزباله انضف، على الاقل الخنازير بتاكلها وبتجيب لنا المرض. بقول لك ايه يا دبلال؟ احنا بدل ما النسوان دي يشيل على دماغها وتملى ميه، احنا نجيب عربيه كار وكام جيركن كده ونملاهم من الحنفيه اللي هناك اللي عند المزلقيه. مساعده يعني؟ مساعده يا بهيم انت؟ دي خدمه توصيل المنازل. الجيركن ب 2 جنيه، شوف احنا بقى هيطلع لنا من الحته دي كام. حلوة قوي يالا، ده احنا نأجر عربية كارو ونجيب كام جيركن كده، وانا اعرف واد شقي ساكن جنب الحنفية هيخلي الحنفية بتاعتنا طول اليوم. ايوه كده شغل الدماغ دي شوية بقى معايا. ده انت لو حابب اجيب لك خرطوم من الحنفية لحد القهوة وقت دلوقتي. من بكرة المشروع دار. دار يا معلم. كده في 40 جنيه دول. خليهم بعدين نمشي يالا. اتكل على الله اخفى يالا. عايز منهم ايه يا ده سردينه؟ في حساب قديم يا معلم. ياد يا حمار دول صحاب قهوه، اعتبرهم دفعوا. اقول لك حسابهم كام؟ 40 جنيه يا معلم. اتفضل يا سيدي، ده 40 جنيه. اديله بقى شيش جنيه يا معلم. كمان؟ اتفضل يا سيدي. ما يستاهلش. ليه بس كده؟ اخفى انت. عشان لوك لوك لوكك، اخفى. ايه ده؟ بقول لك يا معلم. ايوه. معكش 10 جنيه سلف كده؟ ماخد ليه؟ مش ندفع لكم الحساب. بخيل قوي.